بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في دروس البحر الرائق في الزهد والرقائق على آفة الرياء، ونتكلم عن ثلاث آفات من الآفات القلبية، وهي الرياء والكبر والعجب، لخطورة هذه الآفات، ولأنه كما قال يعني بعض العلماء بأن كبائر القلب أكبر من كبائر الجوارح. فلو أن إنسان والعياذ بالله مبتلا بالكبر أو بالعجب أو بالرياء، فهو أكثر ممن هو مبتلى بالوقوع في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، لأن كبائر القلب تكون هيئات راسخة، بتكون ملازمة للعبد، كلما تكلم فعنده كبر، كلما تصرف فعنده كبر. الرياء كذلك يصعب عليه أن يعمل العمل الخالص لوجه الله عز وجل، بل الرياء خصوصا يعني لأنه من الشرك، والشرك أكبر من الكبائر، فالرياء هو الشرك الأصغر والشرك أكبر من الكبائر، فخطر الرياء أكثر من خطر كبائر الجوارح. فهذه آفات خطيرة جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا بالنسبة للرياء، يعني حديث الثلاثة المعروف في صحيح مسلم، أول من تسعر بهم النار قارئ ومتصدق ومجاهد. فالقارئ الله عز وجل يأتي به ويعرفه نعمه، وأنه أنعم عليه وعلم القرآن، يقول فما عملت فيه؟ يقول تعلمت القرآن وعلمته. فيقال له إنما علمته من أجل أن يقال يعني قارئ، وقد قيل يعني الحظ يعني في الدنيا لأنه لم يقصد الآخرة، وإنما تعلم القرآن من أجل أن يقال قارئ، وقد قيل. والمتصدق الله عز وجل يعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ فيقول ما تركت وجها من أوجه الخير إلا وأنفقت فيه. فيقال له وإنما أنفقت من أجل أن يقال يعني كريم أو متصدق، وقد قيل، ويؤمر به إلى النار. والثالث المجاهد، ونلاحظ هذه الأعمال من أفضل الأعمال، جهاد وتعلم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والصدقة لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكاته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. فهؤلاء يحرمون يعني من ثواب يعني هذه الأعمال التي هي أفضل الأعمال، لأنهم فقدوا شرط الإخلاص، أو لأنهم ابتلوا بآفة الرياء، لم يعملوا لله عز وجل. وكما كلما تعودت النفس على العمل لغير الله يصعب عليها أن تعمل عملا لله عز وجل. يبقى الإنسان لا يعمل عمل إلا وهو يرجو إما شهرة وإما جاه وإما مال وإما ذكر الناس، يعني لا يرجو وجه ربه الأعلى. فهذه الآفات الثلاثة من يعني أشد الآفات ومن أكبر كبائر القلوب، وهي الرياء والعجب والكبر. ونحن اليوم معنا داء الرياء. فيقول المصنف: دلت أدلة الكتاب والسنة والأخبار على تحريم الرياء وذم فاعله. قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء في رياء أكبر وفي رياء أصغر. الرياء الأكبر في أصل الإيمان اللي هو النفاق الأكبر، يعني إنسان يعني دخل في الإسلام لا من أجل محبته الإسلام،
ففي أصل الإيمان عنده رياء، ولكن إنسان عنده أصل الإيمان ولكنه يتصدق أو يطيل الصلاة من أجل أن يقال يعني خاشع أو مصل، فده رياء أصغر، وده طبعا من الشرك الأصغر. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومر في أول درس في كتاب البحر الرائق أن لكل عمل شرطان، هما الإخلاص والمتابعة. يعني العمل حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل وحتى يثاب عليه العبد في الآخرة يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يراد بهذا العمل وجه الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أدلة كثيرة تدل على ذلك، من هذه الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اللي هو موافق للشرع، صالح بحكم الشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، إشارة إلى الإخلاص في هذا العمل. وكما قال عز وجل: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والنية والإحسان، متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني قول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، للعمل قد يكون كثيرا على خلاف السنة، قد يكون كثيرا ولكن ليس فيه إخلاص، كله رياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فالاختبار في الإخلاص وفي الصواب. الإخلاص أن يكون كما ذكرنا في تعريف الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل، أو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، أو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، فهذا الإخلاص. والأصواب يعني مطابقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل السنة: إنما الأعمال بالنيات، إشارة والأحاديث التي تأتي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رواية وشريكه. وكذلك الحديث اللي في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس يعني منه فهو رد. فقد يقول قائل: هذا من أحدث، الذي يبتدع البدعة فعمله مردود عليه، فكيف بعبد يعمل بالبدعة ولم يبتدع هو البدعة، لم يبدأ البدعة؟ فالجواب عليه برواية أخرى في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول. فلا بد أن يكون العمل مندرج تحت الشريعة، الشريعة تحكم عليه بالصحة، فهذا شرط. والشرط الثاني أن يوافق العمل، أن ينتج العمل من إخلاص. وده أمر طبعا صعب جدا يعني على النفوس. ليه؟ لأن النفوس زينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، زينت لها الرياسة، حب الظهور، وكما يقولون حب الظهور يقسم الظهور، أفات كثيرة في النفس، فيسهل على الشيطان هو يدخل يعني بأي آفة من هذه الآفات فيفسد العمل. ولذلك قالوا: إخلاص ساعة نجاة الأبد ولكن الإخلاص عزيز. وقال بعضهم: لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت. إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. في الحديث القدسي يقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا رواه مسلم. قال الإمام النووي: هكذا وقع في بعض الأصول وشركه، وفي بعضها وشريكه، وفي بعضها وشركته. ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، وطبعا لا ينال عليه شيئا لأن الله جل هو ملك الدنيا والآخرة. والمراد أن عمل المرائي باطل الثواب يعني فيه ويأثم به، وباطل الثواب يعني لا ينال عليه يعني شيئا.
فهذا العمل الذي يعني لا يراد به وجه الله عز وجل يعني وحده، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا الدين الخالص. وكنا ضربنا مثل ونعيده للمناسبة، بيشبهون المرائي برجل دخل السوق ومعه كيس مملوء بالحصب، والناس يظنون أن الكيس مليء بالدنانير والدراهم، فكلما رآه أحد قال ما أملأ كيس، فإذا وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس فيضرب به وجهه ولا ينال به شيئا، ولم ينل إلا قول الناس ما أملأ كيسا. هكذا المرائي لم ينل أو لا ينال إلا قول الناس، يعني فلان مصلٍ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولكن ليس له أجر في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا على الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا رواه أحمد والبغوي في شرح السنة، وقال المنذري إسناده جيد وصححه الألباني. وده طبعا شاهد له الحديث السابق، يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إنه هو العمل الذي لم يكن خالصا لله فليس عليه ثواب من الله عز وجل. رأى أبو أمامة البهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذا بيتك، أنت أنت لو كان هذا في بيتك. يعني إنسان عندما يخلو يبكي ما شاء ويظهر من التخشع ما شاء ويتباكى إذا شاء، ولكن أمام الناس يعني ينبغي عليه أن يدافع، يعني خشية الرياء، يعني أن هو السلف كانوا يكتمون، يعني كان بعضهم إذا سبقته عبرة يضع يده على يعني فمي ويقول ما أشد الزكام، كان عنده زكام يعني يداري يعني البكاء. فالمفروض الإنسان أمام الناس بيجاهد يعني نفسه، لأن من أظهر يعني خشوعا فوق ما في قلبه فهو يعني يدل على الإيه؟ على الرياء أو على النفاق يعني. فالإنسان يجاهد نفسه يعني أمام الناس، ولكن إذا كان خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما قال أمام الناس، لأن محك الإخلاص الحقيقي خاليا، ومحك العمل يعني إذا خلوت هل أنت تكون أتقى لله عز وجل أو أنك تترك العمل السيء أمام الناس، وإذا خلوت تنتهك يعني هذه الحرمات. فده بيدل على تقوى الإنسان لله عز وجل، أنه يراقب ربه عز وجل وأنه يعمل لله عز وجل. بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراء له. فالرياء مشتق من الرؤية، يعني يكون الرياء والسمع، رياء من الرؤية والسمع من السماع، وأصل طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، والمراد به كثير، ويجمع خمسة أقسام، وهي جوامع ما يتزين به العبد للناس. فالرياء قد يكون بالبدن، بالزي، ملابس، بالقول، بالعمل، بالأتباع، بالأشياء الخارجة. يعني هذه أشياء يعني يقع الناس يعني فيها في الإيه؟ في الرياء. الرياء في الدين بالبدن بإظهار النحول والصفار، ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة، كأنه يعني بيظهر يعني الحزن ويظهر التخشع، وإنه هو يعني مهموم بأمر الدين ومخالفة الناس للشرع. فهذا رياء في الإيه؟ في البدن. الرياء بالهيئة، تشعيث الشعر، الإنسان يسيب شعره أشعث يعني لا يدهنه ولا يسرحه، وإطراق الرأس في المشي، يعني يطلق رأسه أو في الصلاة مثلا يظهر يحني رأسه يعني كثيرا إظهار للخشوع والهدوء في الحركة، بيبقى مبرمج نفسه بطريقة معينة يعني إن هو من أهل العلم أو من أهل الخشوع. وإبقاء أثر السجود على الوجه، كل ذلك يراءى به. فدي أشياء في الزي والإيه والهيئة، أو إن هو يلبس لبس العلماء مثلا، أو بيتكلم بطريقة يعني يتكلم بها العلماء وهو ليس منهم. أما رياء بالقول فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة والآثار لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين، يذكر من أحوال الصالحين وكأنه يعني منهم، وتحريك الشفتين بالذكر بالذكر محضر الناس، في وسط الناس يحرك لسانه بالذكر، وإذا قال لا يحرك لسانه. فالمفروض العكس يعني، أو المفروض الإنسان يحرك لسانه بالذكر يعني أمام الناس، وإذا خلأ
المفروض الإنسان يعني يستغل كل دقيقة وكل لحظة في عمره يعني في طاعة الله عز وجل، وهذا حصن من الشيطان، لأن إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان. ولكن إنسان ينشط في العبادة أمام الناس ويتكاسل يعني إذا خلى، وقالوا يعني من كان يعني من وجد يعني قلبه يعني في الخلوة ولم يجده يعني في الناس فهو يعني ضعيف الحال في الإيمان، يعني غير كامل الحال، ومن وجده في الناس ولم يجده في الخلوة فهو مطرود، يعني ليس من أهل الإخلاص، من أهل المعاملة الحسنة مع الله جل. ومن وجده في الخلوة في الناس فهو يعني قوي في حاله وفي إيمانه. الإنسان المفروض يكون أحواله حسنة في كل حال، لأن الإخلاص إن هو كأنه ما يرى الناس، كن مع الخالق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، فهو لا يلتفت لوجوه الناس سواء يمدحون أو يذمون، فهو يرجو وجه ربه الأعلى. فهو إذا كان يحرك لسانه بالذكر فإذا خلا وأمام الناس ومشغول بالذكر والطاعة، بخلاف الذي ينشط عند رؤية الناس ويتكاسل إذا خلا. ومن كان فتح في شيء فمزيده منه، من كان فتح في الخلوة فمزيده في الخلوة، زيادة إيمانه في الخلوة. من كان فتح مع الناس يعني في دعوة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمزيده يعني منه. أما الرياء في العمل فكم مراءة المصلي بطول القيام وطول السجود وركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات، يندري في العمل. ولكن هناك ورد شيطان أحيانا الإنسان بيصلي وهو من طبيعة أنه بيطول الركوع ويطول السجود، يعني هذا حاله يعني في الخلوة وأمام الناس، ولكن قد يأتي له الشيطان وهو يصلي فيقول له أنت تطيل السجود من أجل أن فلان ينظر إليك. فهنا عبادة أخرى تسمى عبادة المراغمة، فيزيد إطالة الركوع والسجود إرغاما للشيطان، الشيطان عايز يحرمه من الركوع والسجود فهو يطيل الركوع والسجود. يعني إذا لم يكن الدافع له في الأصل هو رؤية الناس. وأما المراءة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالما من عالما من علماء المسلمين ليقال إن فلانا قد زار فلان، يعني هو مش نيته أنه إكرام أهل العلم وإطعام الطعام والاستفادة بعلم هذا العالم، لا، نيته أن يقال أن فلان مثلا استضاف فلان، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، يعني فده رياء بالأصحاب والزائرين، أو يقول كان فلان عندي مثلا بالأمس، فهو ما يعني استضافه يعني إلا رياء. دي الأشياء التي يراءى بها البدن بالهيئة بالقول بالعمل بالمراءة بالأصحاب والزائرين. المراءة لأجله يقول اعلم أن للمرائي مقصودا لا محالة، وإنما يرائي لإدراك حال أو جاه أو غرض أو عرض من الأعراض أو غرض من الأغراض، إنه له هدف يعني. فطبعا يعني مش هدف الآخرة، لأن الهدف الآخرة يعني هو الإخلاص، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني يرجو الأجر عند الله عز وجل، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، كذلك كل عمل صالح لابد أن يكون إيمانا واحتسابا، من صلى إيمانا واحتسابا، من تصدق إيمانا واحتسابا، من حج إيمانا واحتسابا، إن هو الدافع لذلك الإيمان ليس الرياء. والاحتساب يعني انتظار الأجر عند الله عز وجل وليس طلبا لشهرة أو لدرجة أو لذكر في الدنيا. فالمقصود الناس يعني أو المرأة لأجله أشياء، أحدها أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرائي بعبادته ويظهر التقوى والورع، وغرضه أن يعرف بالأمانة فيولى منصبا أو يسلم إليه تفرقة مال ليستأثر بما قدر عليه منه. وده أقبح أنواع الرياء، أنه بيظهر أنه من أهل الأمانة وأهل الدين والتقوى والورع من أجل أن يستأمن على أموال، أو من أجل أن يكون وصيا على يتيم مثلا، من أجل أن يأكل هذا المال أو يخون هذه الأمانة. فده أقبح أنواع الرياء، لأنه بيفعل طاعة يتوسل بها إلى معصية، فهدف الوصول أو التمكن يعني من معصية معينة. يقول هؤلاء أبغض المرائين عند الله عز وجل لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته. مفروض الطاعة يطلب بها الآخرة، يطلب بها ثواب الآخرة، يطلب بها الجنة، ولكن هؤلاء ما أرادوا الآخرة ولكن أرادوا بذلك الدنيا، أو أرادوا الوقوع في المعصية.
ثانيها أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح، هو عايز شيء مباح مش عايز يمكن المعصية، عايز إذا يعني طلب أن يزوج امرأة مثلا يزوج بهذه المرأة، أو طلب منصبا يعني مش قصده الإيه المعصية، كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه، فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول، ده طلب شيء في الدنيا يعني شيء مباح، يعني هو من حقه أن يتزوج مثلا، أو أنه هو يعني طلب شيء يعني من أمور الدنيا، ولكن إظهاره العبادة أو الورع أو العلم من أجل أن يتوصل إلى شيء يعني مباح، فهذا أيضا مذموم وليس له يعني حظ في الآخرة ولكنه دون الأول، أن الأول قصد المعصية. الثالث ألا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح، ولكنه يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص، ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة، يعني هو إيه يريد أن يحسن الناس الظن به أنه من العلماء أو من الزهاد أو من العباد، فهو بيلبس بطريقة معينة ويتصرف بطريقة معينة بحيث أنه يظن به أنه من أهل العلم والعبادة والورع وليس من العوام أو من أهل الدنيا. فدي ثلاثة أشياء، الأمر الأول أنه يريد بذلك التمكن من معصية معينة أنه تولى إليه أمانة مثلا فيخونها، الثاني أنه يريد أن يتزوج مثلا من امرأة أو ينال منصبا يعني أمور مباحة، الثالث أنه لا يظن به أنه من العامة، فهو بيظهر العلم وزهد والورع من أجل يعني أن يظن به الخير، لا يريد أن يتوصل إلى شيء ولكن من أجل أن يحسن الناس الظن به، فهذا أيضا يعني رياء. وهذه الأشياء الثلاثة التي يراءى يعني من أجلها. هناك رياء يعني جلي ورياء خفي، فالرياء الجلي الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب وهو أجلاه، لأن ما فيش عمل بيبقى كله لغير الله، ولا يتصور هذا من مؤمن إلا إذا كان منافق نفاق أكبر أو كافر يعمل عمل كله للدنيا، ولكن الذي يعني يخدع عليه الشيطان من المؤمن أنه هو يعني يدخل نية الإيه نية مع العمل لله، أنه هو عايز يعني أيضا الناس تذكره بخير أو الناس تعتقد أنه من أهل الخير والصلاح أو من أهل الصدقة أو من أهل العلم، فبيكون في شركة، وده طبعا داخل في الرياء كما بينا أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه، أن المفروض العمل الذي يقبل لابد أن يكون خالصا زي اللبن الخالص مثلا ليس فيه شوائب. فالرياء الجلي الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد الثواب، يعني هو قصد الثواب وقصد معه شيء آخر، وأخفى منه قليلا الذي لا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف تنشط وخف عليه، يعني هو كل ليلة بيقوم الليل ولكن عنده ضيف، فتجد هو كل ليلة بيقوم كسلان مثلا أو يقوم متأخرا، ولكن لو عنده ضيف يقوم بنشاط وكأنه يظهر له أنه من أهل القيام، فهو بيخف عليه العمل يعني إذا وجد الناس أو وجد من ينظر إليه، هذا يسمى رياء خفي. يقول يخف عليه العمل الذي يريد به وجه الله، كالذي يعتدي التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه. ومن الرياء الخفي كذلك أن يخفي العبد طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، يعني هو من أهل الطاعة والعبادة، فهو يحب أن الناس لما تشوفه تعمل له حساب وتقابله بالتوقير والتعظيم، فهو إذا كان يحب ذلك يعني فهو أيضا من أهل الرياء الخفي، إذا كان يحب ذلك يحب الناس أن يقابلوه أن يسامحوه في البيع والشراء، وما يبيعوا له شيء يبيعون له أرخص لأنه من أهل العلم مثلا أو أهل الزهد والورع، فده يدل على أنه إن عنده رياء خفي، وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حاجته وأن يسامحوا في البيع والشراء وأن يوسعوا له المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه، ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في إخفاء طاعتهم أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة،
فيجازيهم الله يوم القيامة. يعني مثلا الإمام ابن مبارك يعني كان مرة مسافر مع أحد تلامذته، مش فاكر أنا اسم واحد يعني من تلامذته، يعني كانوا في السفر، فالإمام ابن مبارك يعني تلميذه ده نام أو يعني ظهر ابن مبارك أنه نام، فالإمام ابن مبارك قام وظل يتوضأ ويصلي طوال الليل، وجاء قبل الفجر وجاء أراد أن يوقظ يعني هذا التلميذ، فقال له إني متوضئ، فهو تبين له أنه هو رأى عبادته طوال الليل، فقال فلم يكلمه طوال النهار، دخله الغم. فده حال المخلصين، يعني أن هو يخفي العمل ولا يحب أن يرى العمل، لأن أهل المحبة يحبون أن تكون المعاملة بينهم وبين من يحبونه سرا لا يطلع عليها يعني أحد. فدخله الغم لما علم يعني أن الآخر يعني اطلع على عبادته طوال الليل، أنه ما نام فحس أنه اطلع على عبادته فكره ذلك ولم يكلمه طوال اليوم. فيقول لم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في إخفاء طاعتهم أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن تخلص يعني أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله يوم القيامة بإخلاصهم، إذ علموا أنه لا يقبل يوم القيامة إلا الخالص، وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة. أن الذي يقبل هو العمل الخالص، وعمل قليل وخالص ويقبل أفضل من عمل كثير جدا ومردود على فاعله لا يؤجر عليه. بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه. يقول عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الكبير المتعال، وأنه من كبائر المهلكات، وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وفي علاجه مقامان، أحدها قطع روقه وأصوله، وهي حب لذة المحمدة والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس. يعني هذه الثلاثة التي يعني يرغب فيها في الإيه؟ يعني في الدنيا، حب لذة المحمدة الناس تثني عليه، والفرار من ألم الذم والطمع فيما في أيدي الناس. فهو إذا كان يائس مما في أيدي الناس لا يرجو الناس شيئا، وإذا كان يعني كما دخل رجل البصرة فقال من سيد هذه القرية، فقال الحسن البصري، فقالوا بما سادهم، فقال بما سادهم، فقالوا احتاجوا إلى دينه واستغنى عن دنياه. فهكذا يعني أهل الإيمان وأهل العلم يعني لا يحتاجون إلى الناس والناس يحتاجون يعني إليهم. فقطع الطمع فيما في أيدي الناس، وأيضا قطع يعني حب لذة المحمدة والفرار من ألم الذم. يقول فهذه الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء، وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء، وإن هو من الشرك الخفي أو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وما يفوته من صلاح قلبه، أن العمل إذا كانش له أثر في القلب لا ينتفع به في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكأن كل عمل صحيح ناتج عن إخلاص وموافق للسنة يحدث سلامة في القلب وأثر طيب في القلب، حيث أن الذي يأتي يوم القيامة بقلب سليم والذي كانت أعماله سليمة وأعماله على الإخلاص والمتابعة. يقول وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوت من صلاح قلبه وما يحرم عليه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله تعالى، وما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمهما تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال، فإنه يسهل عليه قطع الرغبة يعني عنه، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكنه إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه. فلو أن أمامك يعني طعام من أشهى الأطعمة وأنت ترغب فيه بطبعك، ولكن علمت أن فيه سم لا يمكن أن تأكله، إما أن تموت وإما يعني أن تمرض مرضا مخوفا. فكذلك يعني حب المدح والفرار من الذم والرغبة فيما أيدي الناس أشياء مزينة للإنسان في الدنيا، ولكن لو علم مضرتها
فإنه يعني يزهد يعني فيها ويعرض يعني. كذلك الذي يدفع للرياء يعني عدم القلب مش ممتلئ بحب الرب عز وجل يعني. يعني الإنسان الذي يمتلئ قلبه بحب الله بيسهل عليه الإخلاص وتطبق أعماله بالإخلاص، إن اللي بيدفعه من داخله محبة الله عز وجل وابتغاء رضا الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كل عمل يبتغي به وجه الله، يعني نظر إلى وجه الله وهو أعلى نعيم أهل الجنة، فده بيسهل عليه الإخلاص، إن قلبه مليء بحب الله. ولكن قلبه مليء بحب الدنيا، حب الشهوات، حب المال، حب الجاه، حب المطاعم والمشارب، حب المدح، فهذا يصعب عليه الإخلاص. فكلما عمل عمل تجد الدافع والمحرك له من الداخل يعني محبة غير الله عز وجل. يقول المقام الثاني دفع العارض منه أثناء العبادة، وذلك لابد أيضا من تعلمه، فإن من جاهد نفسه بقطع مغارس الرياء وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمهم. يعني أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن يعني مدحي زين وذمي شين، لعله كان شاعر لو مدح واحد، يعني الشعراء كانوا يرفعون الناس بالإيه بالمدح ويسقطونهم بالإيه بالذم في الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك الله، يعني ما فيش مخلوق مدحه زين وذمه شين، الله جل هو الذي مدحه ينفع في الدنيا والآخرة وذمه هو الذي يعني يتضرر به العبد في الدنيا والإيه والآخرة، فقال ذاك الله. يقول دفع العارض منه أثناء العبادة، وذلك لابد أيضا من تعلمه، فإن من جاهد نفسه بقطع مغارس الرياء وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمهم، فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل يعرضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال لنفسه ما لك وللخلق، علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره. فإذا هاجت الرغبة يعني إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل من قبل آفة الرياء وتعرضه للمقت الإلهي والخسران الأخروي، لهذا يفوت عليه الأجر في الآخرة. هناك أيضا يعني مسألة مهمة، وهي خطأ من ترك الطاعات خوفا من الرياء. إنسان عنده أهلية يمكن أن يصلي إمام بالناس وصوته حسن وتجويده جيد وهو خاتم القرآن ويرفض يصلي إماما، يقول يعني خوف الرياء، فنقول له إن هذه مراعاة للناس، والإخلاص إن الإنسان لا يراعي الناس بحيث أنهم يدفعونه إلى العمل أو يدفعونه عن العمل، فهو لا يصلي يعني رجاء يعني الناس ولا يترك العبادة يعني أيضا خوفا من الناس، يعني كما قيل من ترك العمل خوفا من الإخلاص فقد ترك الإخلاص والعمل، لأنه هنا قدم رؤية الخلق ومراعاة الخلق على يعني مراعاة يعني الطاعة أو أن هو يرجو يعني وجه الله عز وجل، فالمراد أنه هو يعني كأن الخلق غير موجودين، فهو أهل الإمام يتقدم للإمام، هو عنده ملكة ويستطيع أن ينصح الناس والناس ينتفعون بوعظه، ما يقول إن أنا لم أحكم نفسي وأنا محتاج يعني إلى مزيد من التربية وأنا غير مخلص. فالإخلاص يعني كما قالوا يعني سر بين العبد وبين ربه، لا يعرفه العبد من نفسه فيعجبه، ولا يعرفه الملك فيكتبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، فهو نور في قلب المؤمن. الله عز وجل إذا أحب أحد رزقه الإخلاص، نسأل الله تعالى الإخلاص، فبحيث أنه ينتفع بأعماله في الآخرة، فهو يعني الإنسان ما يستطيع أن يقيس هل هو مخلص أو غير مخلص، هذا سر بينه وبين الله، ولكن هذا العمل يرضي الله وهو يستطيع أن يعمله فيعمله، ما يقول الناس ينظرون إلي أو الناس يعتقدون بي الصلاح والورع والعلم فأنا لا أنصحهم أو لا أتقدم، وهو أهل للتقدم وأهل للإمامة. فيقول من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا به، وذلك غلط وموافقة للشيطان وجر إلى البطالة وترك الخير، لأن لو كل واحد قال ذلك من يصلي بالناس؟ من ينصح الناس؟ لو كل واحد خايف يعني من الرياء ومش عايز ينصح الناس خوفا من الرياء، فلا نجد يعني من يقوم يعني بهذه الأعمال التي لابد من القيام بها. فما دام الباعث على عمل صحيحا وفي ذلك موافق للشرع الحنيف فلا يترك العمل لوجود خاطر الرياء، بل على العبد أن يجاهد خاطر الرياء ويلزم قلبه الحياء من الله عز وجل
وأن يستبدل بحمده حمد المخلوقين. قال الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك. وهذا كلام أيضا جيد جدا، يعني يكتب بماء الذهب. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، لا يدفعونك إلى العمل ولا يدفعونك يعني عن العمل. يعني بعض الناس لا يترك الجماعة، وغالبا يكون مريض مرض نفسي، يعني يقول لنا يقولوا رايح المسجد وجاي من المسجد، نقول لا بد أن نذهب إلى المسجد. يعني الرجل الذي يعني شك النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أعمى وليس له قائد يلائمه، والمدينة كثيرة السباع، فقال: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فنقول: هذا عمل شرعي يجب أن تقوم به، سواء الناس يقولون أو لا يقولون، فأنت بتعمل عمل أمرت به شرعا، فلا تقول الناس يقولون أو الناس يظنون، فلا تلتفت يعني إلى الناس، لا يدفعونك عن إلى العمل ولا يدفعونك عن العمل. فيقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال غيره: من ترك العمل خوفا من الإخلاص فقد ترك الإخلاص والعمل. نكتفي هذا القدر بالنسبة للبحر الرائق.